معايا مداخلة الآن مهمة جدا مع جوهر العزار نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي والمتحدث الرسمي للنادي عن إمكانية انتقال لاعب النادي الأهلي كريستو إلى الصفاقسي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا بيك، شن أحوالك؟ مساء الخير ليك ولكل المشاهدين. أهلا بيك يا فندم، وانت عارف طبعا ان نادي الصفاقسي له شعبيه كبيره في مصر في كثير من المناسبات، واجه الانديه المصريه وكانت مباريات كبيره. اعرف اعرف ان نادي الصفاقسي له شعبيه في مصر وفي عديد الدول العربيه، واحنا بالنسبه لنا ديما شرف كبير ان ندخلوا معكم على القناه المصريه ونعطوا العلاقات، هي علاقات طيبه جدا. طبعا هي علاقات تنافسيه رياضيه. وديما تكون في اطار الفير بلاي يعني، وان شاء الله ديما تونس ومصر يقعدوا ديما في الرياده في الرياضه الافريقيه. ده بجانب طبعا ان انتم اعطيتوا النادي الاهلي واحده من اهم الهدايا اللي ممكن يتلقاها النادي الاهلي في تاريخه، وهو علي معلول، احد اهم الاسماء عبر تاريخ النادي الاهلي. علي معلول يبدو انه كيف ما معناتها حط خطوط عريضه في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي، كيف هو حط البصمة نتاعو في النادي الاهلي، نعتبروه احنا سفير من سفراء الرياضه التونسيه في مصر، ومعناتها حط انطباع جيد جدا، واحنا فرحانين برشا لعلي معلول اللي عاشوا في مصر، وفرحانين اكثر للنادي الاهلي اللي احتضن اللاعب هذايا واللي اعطاه الفرصه باش يكون بطل من الابطال، ومعناتها وياخذ الشهره اللي يتحصل عليها في مصر. صحيح. طيب سؤالي لحضرتك الان يخص لاعب النادي الاهلي كريستو. سمعنا عن مفاوضات ما بين نادي الصفاقسي والنادي الاهلي حول اللاعب، هل هناك مفاوضات بالفعل؟ هنالك اهتمام، هنالك اتصالات، هنالك بعض المفاوضات بيان سور، ثم مفاوضات في الموضوع، بقي وانه ما تمش حتى شيء رسمي، ما زلنا ما توصلناش لاتفاق نهائي في خصوص اللاعب ولا في خصوص طريقه انتقاله للنادي الصفاقسي. بالنسبه لنا النادي الاهلي هو قلعه من قلاع الرياضه في شمال افريقيا، بالطبيعه توجهنا للنادي الاهلي كيف النادي الصفاقسي هو فريق عنده اسمه كيف في شمال افريقيا، وبالنسبه لنا ادينا الاهتمام باللاعب هذا، بقي انه العلاقات الى حد الان هي ما زالت في اطار الاهتمامات والاتصالات والمفاوضات، ليس اكثر، ما فماش حتى شيء رسمي في خصوص انتقال اللاعب كريستو من النادي الاهلي للنادي الاهلي. ولكن النيه هي استعاره اللاعب ام شراءه بشكل نهائي؟ هو النيه انه تكون الشراء بشكل نهائي، بالطبيعه هي المفاوضات يمكن ان تكون عندها مخرجات اخرى، يمكن معناتها مفتوحه على كل التاويلات. بقيه كما قلت لك ثم معطيات ما نجمش نطرح فيها، وديما تبقى في اطار المفاوضات. طبعا بالنسبه لي نعتبر انه في غضون الاسبوع المقبل تتوضح الرؤيه في خصوص انتقال اللاعب كريستو من النادي الاهلي. طيب هل في المقابل النادي الاهلي طلب لاعبين من نادي الصفاقسي؟ ما عنديش علم انه النادي الاهلي طلب لاعبين. ما طلبش اي لاعب من نادي الصفاقسي. استاذ جوهر العزار نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي والمتحدث الرسمي باسم النادي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واوضح هذا الامر، المعلومه مهمه جدا انه طلب نادي الصفاقسي من النادي الاهلي هو شراء كريستو بشكل نهائي وليس استعاره اللاعب. قال كمان انه لسه ما فيش اي احاديث فيما يخص الامور الماليه. قال انه النادي الاهلي لم يطلب اي لاعبين من الصفاقسي في المقابل، او على حد وصفه او بنصا ما قال انه ما عندوش علم انه الاهلي عنده رغبه في ضم اي لاعب من نادي الصفاقسي حتى هذه اللحظه.